قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق، صعق قد ترد بمعنى مات، وقد ترد بمعنى دون الموت، وهو ما يسمى بعجز الأعضاء عن التحرك مع بقاء الروح في الجسم، والمراد به هنا خروج الروح نهائيا. ونفخ في الصور فصعق أي مات، من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وهذه هي النفخة الأولى التي تنهي الحياة على الأرض وفي السماوات في وقت واحد، فلا يعقبها حي كائنا ما أو من كان في البر في البحر في الجو على الإطلاق، ولا يعقبها في السماوات السبع إلى الملائكة الأربعة الواردة الإشارة إليهم في قوله تعالى: إلا من شاء الله، والذين ذكرهم الحديث وبيّن أنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، أي الملائكة المقربون المعروفون، ويموتون سراعا بعد النفخة الأولى. والذي يقوم بها واحد من هؤلاء الأربعة وهو إسرافيل، وقد استعد لها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، وفي رواية: كيف أنتم. فصاحب القرن قد استقم القرن وحنى الجبهة وأصغى السمع، ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ. إذن عزرائيل مستعد من ذلك التاريخ الذي قال فيه رب العالمين سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة. وزاد على ذلك بقوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. من هنا إذا نحن في انتظار تلك النفخة، وهي قريبة لا شك، لأنها كانت قريبة من ذلك التاريخ فأحرى اليوم، فقد مضت 14 قرنا. العجب وكل العجب هو بعدنا من التأثر بهذا المستقبل الذي ينتظرنا جميعا ولا شك فيه، وحياتنا كأننا قوم عاد أو قوم نوح أو قوم ثمود أو قوم فرعون، كأننا أول فوج أو عاشر فوج أو عاشر قرن على وجه الأرض، ونحن من القرون الأخيرة والأخيرة جدا، وليس بيننا وبين الساعة إلا القليل. فلماذا يبقى الكافر منا كافرا، والفاسق والفاجر فاسقا وفاجرا، والمؤمن الغافل غافلا عن مستقبله ومصيره، وهو مصيره هو كما هو مصيرنا جميعا. تبدأ النفخة فيموت الجميع، ثم يمكثون فيما بين النفخة والنفخة 40، وهذا المميز لا يعلمه أحد منا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، قال: ما بين النفختين 40. فراوي الحديث قالوا له: 40 يوما، قال: أبيت. 40 شهرا أبيت، 40 سنة أبيت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40. إذن ثم بعد ذلك تأتي سحاب لا يوجد مثلها في التعميم على الأرض وفي قوتها، من حيث أنها تنبت الأجسام ولا تنبت الأشجار، لا ينبت منها إلا الثقلان الإنس والجن ومعهما الحيوانات، بدليل قوله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، وقوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يحشر الجميع بعد النفخة الثانية. النفخة الثانية إذن هي نفخة في الصور، لكن لا للتدمير وإنما هي للتعمير، معناها لتتطاير الأرواح إلى أجسادها. ثم يأمر ربنا سبحانه وتعالى الأرض فتشقق الأرض عنهم سراعا، فيخرجون سراعا كأنهم جراد منتشر كالفراش المبثوث، مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم العسر.